تحية لكم. يقوم في هذه الأثناء مجلس مدينة حلب وأيضا الهلال الأحمر العربي السوري بعملية تعقيم للشوارع وعدد كبير من أحياء مدينة حلب. والبداية من هنا من هذا المحور جامع الرحمن باتجاه السوريان القديم والسوريان الجديد وأيضا باتجاه باقي الأحياء وصولا إلى العوارض. عملية التعقيم بواسطة هذه السيارات وأيضا المرشات التي تستخدم للأبنية أيضا كما نشاهد، وباتجاه أيضا السيارات هي بشكل يومي فعليا وتتم من خلال عدد كبير من المتطوعين وعمال مجلس مدينة حلب وأيضا الهلال الأحمر العربي السوري. مهندس يحيى ضوم للنظافة مجلس مدينة حلب. أمور التعقيم صار لها أكثر من 5-6 أيام وقت ما ظهر الفيروس، مو عنا يعني أظهر بشكل عالمي يعني، فنحن باشرنا تعقيم الشوارع بمادة البرمنجانات. هذا الحكي يومي عم نستهدف كل قطاع عنده بحيز الجغرافي لكل مديرية خدمية، وحاليا نحن هلا بناخذ محيط الدائري الجنوبي والشمالي بشكل كامل. من هون نبدأ قطاع سليمانية، قاضي عسكر، باب النيراب، وهي توجيهات يومية ومتابعة يومية من السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المدينة لهذه الأمور. كما نشاهد هذه العملية، عملية التعقيم المستمرة للسيارات فعليا وللأسطح وللشوارع. هذه العملية المستمرة لطوال الأيام القادمة. تستمر جميع الجهود الاستباقية والاحترازية للتصدي لهذا الفيروس، وستستمر الدعوات للجميع بالبقاء في منازلهم. أنس رمضان، الأكبرية السورية، مدينة حلب.